حارقة تونسية عمرها 39 يوم، مريم الحمزاوي، مريم بنت محمد بن محفوظ الحمزاوي، بنت ولدي. قال له الطليان راجل كبير، قال له كيفاش انت نحيت حسبني اسمع قلبك وحطيت حجره؟ قال له راني توكلت على ربي. قال له كلنا نعرف ربي. الطليان قال له كلنا حتى انا نعرف ربي، ولكن سبحان الله جاب ربي. قال له الحمد لله. هزاها فهمتني ولا اول مره خافوا، هزاها الطبيب وقال لاباس كل شيء. قال له نكرموك ونكرمها ونعملوا لها حفله، وعملوا لها حفله نهار اثنين وقتها فهمتني ولا لاباس. هو ومرته وبنته عمرها 39 يوم، اعطوه دار على جالك البنيه واعطوه واحد وكل شيء، لكن ما عندوش صنعه هو ومرته وبنته. حركوا ما نعرفش كيفاش وصلوا لاباس. كلمني قال لي نهار جمعه نهارتها، قال لي بابا راني وصلت. وين وصلت؟ هو كان يعيش في سوس. قال لي انا وصلت في ايطاليا وراه كذا، والرقم نلقاه معناه طويل، وتو العشيه نكلمك. العشيه عدوه على الاذاعه هو والبنيه وشافوهم في الطبيب، لقوهم لاباس وكل شيء واحد، واعطوهم دار. قال لي بابا ما عندي الصنع، قال لي راني ندمت. ولدي احرق لين نسكن في قرنبالي ونسكن في سوس. هز بنته وعمرها 29 يوم وفهمني ولا، وحرق هو ومرته وبنته معطوهم معناه وين يسكنوا، وعاملوهم معاملة حسنة في إيطاليا، لكن ما عندهم 30 يوم. معناتها نهار الجمعة اللي خلطوا فيهم غادي عمرها 39 يوم. أول معناها إنسان يحرق عمره 39 يوم، وعملوا لهم حفلة معناها جماعة الطليان. هم وصلوا نهار الجمعة، نهار الاثنين عملوا لهم حفلة وكرموه وكل شيء كيفاش معناتها، وأكل بنية حتى معناها حتى البرودة ما استبردتش سبحان الله. هو صغير متزوج، عنده وقتها عنده عام، وتوا عنده تقريبا 8 شهور في إيطاليا. حبش يقول لي أنا سمعت كانش كيكلمني، نلقى التليفون طويل شوية، عندي خويا يعيش في بريطانيا. قلت هذا مش رقم خويا، لين كلمتني جوزته قلت لي بابا رانا وصلنا ايطاليا ورانا في ايطاليا، هو الطفله لاباس وانتم لاباس. اول مره جت قالت لي لا لاباس، محمد لاباس. قالت لي لاباس، تو نكلموك. كلموني عاد في الليل وروني البنيه، وروني معنا بالتليفون الواحد صوته غامر. بنته جوزته ما قاليش انا مره عمل محاوله فهمني ولا وقتها على صفاقس، وقتها مازال ما عندوش، مازال كي معرس عنده شهر فهمني، وشدوهم جماعة المهدية روحوا بهم وسيبوهم واحد كل شيء. بعد يظهر له فهمني لا ما غام مشى وما قاليش. انا في بالي قلت واحد وكل شيء. قال لي ما عنديش باش نخلص الكراء، وما عنديش باش نعيش، وما عنديش باش كذا، توكلت على الله. اول مرة خبر موس برش بر يخوف، جاب ربي الطفلة. مرته كلمتني قالت لي ما تخافش رانا وصلنا لاباس. عايشين هنا، قال لي حاطين في منطقه ريفيه كشوية، عطينه دار معناها كل شيء ولاباس. البنيه معناها معناها يعني عطينا الحليب وعطينا كل شيء، وعطينا الكوش وامورها مريقله وكل لعب واحد، وعطينهم دار يسكنوا. هو انا يدبر خدمه في الفلاحه، كل ما يدبر شوي شوي، وصبوا لهم الاوراق وهم يستنوا. فرحوا برشا وقال لي داروا بها يجي 60 فهمني ولا واحد، وعملوا لها تكريم وواحد وكو. اصغر حارقه في التونسيه 39 يوم، مريم الحمزاوي. شنو اللي راتو هي ما تعرفش تو كيف يعدوا لي في الواحد في التليفون، يجي بابا يجي بابا تعمل هكا وتضحك صغيره. مره 17 والله كرتاج. انا أول مرة تفجعت، وبعد فرحت كي وصل له قال لي راني لاباس واحد الحمد لله. مش نكد غايد ها؟ لا لاباس إن شاء الله لاباس الحمد لله. في أوراقي وبعديش نحول المنطقة معناها نتاع خدمة، وواحد بقدرة ربي قال لي لاباس وراني متعب. وصلوا السلامات قال لي رانا وصلنا والحمد لله. ما نجم رد الفعل غاب عليا بالحق، ما نجمتش أنا ما نجمش نجاوب. ظروف اجتماعية. أنا عندي حاجات خمسة، واحد في قطر فهمني ولا، معناها ما لقاش باش يخلص هكا الديانة ولا شو اسمها، وما لقاش باش يعيش فهمت، وعنده برميسيمي وعنده واحد كل شيء. معناها قطر قال لي تعبت بابا، قال لي لا غالب، قال لي هم بارك الله فيهم لكن تعبت. رحلوه
روح برحت لولا روح معناها الطياره اللي جابته معناها خلطت هنا امس خلطت الاربعه درجين نتاع نعم. يلزمنا نكونوا الشباب تكوين مهني كي تكون الشباب تكوين مهني معناتها واحد وكل ليك منتم الاولاد والاولاد ولادي معناتها يلزم سوق الشغل تكوين مهني تكوين مهني راهو معناتها ما 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 دماش تكوين ندارس اللي في عهد بورقيبه واللي معناتها اندثرت ما عادش تو يلزم التكوين المهني باش بقدرة ربي الشباب يولي يخدم معناتها ويولي يخرج لبرا ويجيب العملة الصعبة ويتكون فهمت كيفاش لكن التكوين المهني معناتها حبس اي باش بالحق باش ما يذيع الشباب ضاع شباب لانه ما ثماش عمل ما ثماش خدمة لو حتى كي يجي خارج لبرا مش يخرج برا ما عنده ما يخدم في ايطاليا هون ما همش يخدم تكوين مهني راهو ما ينجح الشباب الا التكوين المهني مدارس تكوين مهني بقدره ربي يتكونوا تو عندنا ولد ضيا ما كان سيان معناها نتاع السميات يلقط في خبزته والولاد لوخ زاد يعمل لك السيرفو فهمني ولا نتاع الكمين زاد كيف وعندي ثلاثه اخرين معناها اللي خرج لايطاليا وزوز اخرين بطاله مسكين مرمى واحد وظروفهم مشي انا نصرف عليه.